يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت المعاصر تسمى بعض المنكرات بغير أسمائها تلبيسا على العامة، فمثلا يسمى السحر التخييلي بالخدع البصرية وخفة اليد، فهل من يشاهد هذه الأمور أو يعملها ويتعلمها يكون معذورا بهذه التسمية؟ لا، ليس معذورا. الواجب يسأل أهل العلم، ما يصدق الكلام هذا ويعتمده ويتعلم السحر، بل يسأل أهل العلم عن هذا الأمر، هل هو سحر أو ما هو سحر. أما إذا ترك السؤال وأخذ بهذه المقالة فهو المخطئ وهو المفرط. نعم.